يقول إذا أدركت مع الإمام التشهد الأخير وجاء رجل وصلى ورائي وكنت في صلاة جهرية أو المغرب أو العشاء مثلا، هل أجهر بالفاتحة وآيات والآيات الأخرى من أي سورة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا ينبغي للمسبوق أن يكون إماما، فإذا جاء إنسان وأدرك الإمام يصلي بالناس فإنه يدخل معه، فإذا سلم فإنه يقوم ويأتي بما فاته من الصلاة يتمم صلاته، ومن دخل فإنه لا يجعل هذا المسبوق إماما له، بل هذا الداخل ينتظر أن يدخل ناس آخرون فيصلي معهم أو يصلي وحده إذا لم يأتي أحد، وإن قام أحد من المصلين وصلى معه تصدق عليه بذلك فهذا مستحب فيكون له نافلة. قال صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل والناس قد صلوا قال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فإذا قام أحد المصلين وصلى معه يكون جماعة فهذا أفضل ويكون نافلة لهذا المصلي. أما أن يدخل ويأتم بمسبوق قام يتمم ما فاته من الصلاة فهذا غير مستحسن، لأن المأموم لا يصير إماما في أثناء الصلاة إلا في حالة الاستخلاف استخلافه الإمام، وهذا ليس مستخلفا من الإمام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.